شو هالإزعاج هيدا؟ شو فيه ولد؟ ضيعت الماما يا سيد تمام. وشو مفتكرني قاعد عليا؟ روح فتش عليا غير هون واتركني نام. أنا بحبك يا سيد تمام، مش حرام عليك؟ بتحبني؟ لو بتحبني ما بتوعيني. انتو ما بتدرسوا تربية بالمدرسة؟ بلا يا سيد تمام. وبالمدرسة ما بيعلموكن احترام الشرطة؟ بلا يا سيد تمام. ما دام هيك اترك السيد تمام ينام. بس الماما ضيعتا. وبالمدرسة ما بيعلموكن انه لما تكونوا مع الماما بتهدوها بطرف تنورتها احسن ما تضيعوا؟ بلا يا سيد تمام، انا على طول بعمل هيك وبمسكها بطرف تنورتها. وليش اليوم تركتها يا حبيبي؟ لأنه اليوم ما قدرت امسكها بطرف تنورتها. لي 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 لوين؟ يا ماما قوم يا حبيبي، قوم تنفتش على ماما، بيكون شغل بال عليك. قلت لي وين كنتوا اخر شيء؟ يلا 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 نركض يا حبيبي، يلا يلا تنشوف الماما يا ماما.